يمتاز المطبخ العراقي بتنوع أطباقه، فكثيرة هي عادات وتقاليد الأهالي هنا في ذي قار، وكل منطقة تمتاز بمائدة معينة، لكن تبقى الباتشا الطبق المفضل للكثيرين، إذ يبدأ الإقبال على تناولها منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات متأخرة من الليل في أول أيام عيد الفطر المبارك. طبعا الباتشا معروفة هي هاي بعيد الفطر أو أي عيد، هو تكون أكلة دسمة، بس خاصة هي عيد الفطر. عيد الفطر يكون عليها إقبال مو طبيعي، لأن كل الطبقة هي هاي، كل العالم تجي مشتهية الدسومة ومشتهية هاي الأكلة، فيصير الصبح عندنا إقبال عليها جدا مو طبيعي. هاي عادات موجودة عندنا، هي هاي الباتشا الصبح أو الكاهي أو المصموطة الظهر، فهاي تصير الأكلات هي معروفة بالعيد، فإحنا بالعيد يصير عندنا إقبال مو طبيعي على الباتشا الصبح. رواد مطاعم الباتشا تحدثوا لنا إنهم لا يستطيعون الاستغناء عن تناولها، فهي المفضلة لديهم ويحرصون على تناولها في أول يوم العيد لما تتميز به من طعم ونكهة تميزها عن باقي الأطباق العراقية. نيجي هنا أول أيام العيد ناكل باتشا، نفتح بوجبة دسمة، هنا الباتشا عندنا مشهورة بالأخص بالناصرية وبالأخص بأيام عيد الفطر المبارك، يعني عكس باقي الأعياد. يعني مثل عندنا الناصرية احنا مشهورين بالباتشا، يعني عكس باقي المحافظات مصموطة هواي اكلات، يعني باقي المحافظات مشهوره مثل باقيلا والدهن، احنا عندنا مشهور اكثر شيء الباكه. طبعا هاي الباكه هي موروث عنا هن القبل، يعني لو صار العيد وهاي يعني الناس تجي اول ما تبدي تاكل الباكه والنوب تروح يعني تباشر بعملها بعد ما نهاي، بس بما الناس عيد وعيد رمضان ان شاء الله مبارك الناس اول ما تجي تاكل باكه. وخلال إعداد هذا التقرير استوقفنا الأطفال الذين يعشقون أكلة الباتشا بجنون، حيث يجبرون الأهالي على اصطحابهم إلى المطاعم لتناولها مع صباح العيد. أنا أجي هنا لأكل باتشر وأهلي يجون وياي ويوكلوني باتشا. يعني أنا مسودة مال باتشا كلش أحلى، يعني أنا انتظر العيد يوم يوم على مود يجي مصباحية العيد اجي اكل هنا باكر، لا نعايد ولا هاي، اهم شيء يكون بالعيد الباكر ناكل باكر يلا نروح نعايد. الموروث الكبير الذي يتوارثه الابناء من الاباء والاجداد اكله الباكر التي يمتاز بها اهالي الناصريه في اول ايام عيد الفطر المبارك. لقناه التغيير الفضائيه سلامه سرهيد ذي قار.